مرحبا بكم في التيكا تاكا كالعادة. اليوم جيناكم بحلقة جديدة، اليوم باش نحكيو على آخر أخبار الترجي، عن خبر يخص ميركاتو الترجي. اليوم باش نعودوا على هذا الخبر بأكثر تفاصيل إن شاء الله، لكن قبل هذا ديما أذكر المكشخين الكل والناس اللي تابع في القناة أنه يلزمنا نوصل 10,000 مشترك، لأنه مش معقول جمهور كيما جمهور الترجي بالملايين اليوم ما نجموش نوصل 10,000 مشترك. رجاء الناس الكل اللي تدخل وتشوف الفيديوهات نتاعي تخلينا كومنتير وتعملنا كلابوني، الحكايه الكل مش تاخذ وقت ياسر، لانه لابوني نتاعك والكومنتير هذاك يكون سبب في انتشار الفيديو ووصوله لاكبر عدد ممكن من المتابعين لشان الترجي ولاخبار الترجي. دونك ما غير ما نقعد ديما نعاودوا في الحكايه، اليوم عندنا هدف 10,000 مشترك. رجاء المكشخين الكل، واحنا ما تعرفوا في القناه هذه دائما نحكيوا على اخبار الترجي، وان شاء الله اليوم عندي رجاء من الناس اللي تغير على الترجي، واني متاكد انه جماهير الترجي ستكون خير داعم للقناه. اليوم انتم عليكم باللابوني واحنا علينا بالاخبار وبالمتابعات الفوريه والحصريه لكل وكافه اخبار الترجي. ما غير ما نطول عليكم، هات نمشيو الفاصل القصير وهنا راجعين. مرحبا بكم من جديد. كما قلنا اليوم باش نحكيو على خبر يخص الترجي، خبر مفاوضات الترجي والعرض الرسمي اللي قدمته الترجي لمهاجم اولمبيك اسفي ونجم من نجوم البطوله المغربيه، خلينا نقولوا حمزه خابل. اللاعب هذا 25 عام، تبلغ قيمته السوقيه حسب موقع ترانسفير ماركت 350,000 اورو. اللاعب هذا لعب 15 مقابله، سجل 6 اهداف وقدم 6 اسيست. اليوم الترجي رات انه السوق المغربيه نجم تكون حل في انهاء ازمه المهاجم القناص اللي يلبي حاجيات الترجي واللي رجعنا لايام مايكل رامو ويانيك نيانغ. اليوم حمزه خابة سيبل من الاهداف في ميركاتو الترجي، واليوم هيئه الترجي والناس المسؤوله عن الانتدابات رات انه اللاعب هذا ينجم يكون حل الخط الامامي للترجي. كما قلنا لاعب ممتاز جدا، وكنت شاهدت له عديد المقابلات في البطوله المغربيه. لعب سبق ولعب في الفتح الرباطي، انتقل من الفتح الرباطي الى اولمبيك اسفي في صيف 2016 في حسب اعتقادي مقابل 200,000 دينار تونسي، يعني ما كانش صفقه كبيره ياسر. اللعب ما كانش الناس كل تعرفه. اليوم تالق مع اولمبيك اسفي، سجل 6 اهداف واعطيه 6 اسيست. اليوم الترجي قدم عرض ب 300,000 اورو، اي عرض بمليار، من اجل الفوز بخدمات اللاعب هذا اللي في اعتقاده انه نجم يقدم الاضافه للترجي. اليوم كما قلنا عديد المواقع وعديد الصحف حكيت على مفاوضات الترجي مع اللاعب هذا وعلى العقد الرسمي، العرض الرسمي عفوا، اللي كان قدمته لناديه اولمبيك اسفي، مع العلم انه اللاعب هذا مازال له الكونترا نتاعه يوفى في جوان 2022. دونك الترجي كيما تنجم تاخذه اليوم كيما تنجم تسعر له بري كونترا ويجيها في الصيف، وهيك النادي نتاعهم ينتفعش بعرض مالي، لانه في اعتقادي انه الفريق المغربي سيراعي مصالحه الماليه ومصالح اللاعب، وانا في اعتقادي انه ان شاء الله باش تقدم المفاوضات وباش يكون حمزه خابه من اللاعبين اللي باش يكونوا على قائمه الانتدابات في ميركاتو الترجي الشتوي. هذا هو حلقه اليوم، ما غير ما نطول عليكم، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء.